بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أرحب بكم من جديد في هذه الحلقة من برنامجكم وعد الله. أيضا اليوم سنتكلم عن موضوع يهتم به هذه السلسلة وعود الله سبحانه وتعالى بعنوان لأنصرنك ولو بعد حين، وحديثنا سيكون عن نصرة المظلوم. ويسرني أيضا أن أكون في هذه الحلقة اليوم مع الشيخ الدكتور خالد عبد العليم. حياك الله دكتور. حياكم الله. حياكم الله. كثيرا ما نرى في هذا الزمان الظلم ينتشر، وقد يفتخر كثير من الناس بظلمهم ولا يحسب له حساب، تخبرنا أيضا عن ذلك دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا لا معبود سواه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الظلم له مرارة لا يشعر بها إلا من ذاقها، سيموت الظالم والمظلوم وعند الله تجتمع الخصوم. الظلم ظلمات يوم القيامة، وأي إنسان وقع عليه ظلم إما أن يعجل الله نصره وفرجه في الدنيا فيقر عينه بالفرج القريب، وإما أن يقتص الله تعالى له يوم القيامة، فلن يضيع حق عند الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولن تظلم نفس شيئا يوم تنصب الموازين يوم القصاص. قال ربنا جل وعلا: وما الله يريد ظلما للعباد. وقال ربنا جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال ربنا جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم ظلمة ومرارة. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. الإنسان في هذه الدنيا قد يتعرض للظلم ويأتيه القهر بسبب هذا الظلم، ويشعر أنه عاجز ضعيف الحيلة، ولكن الله عز وجل يسمع دعاء المظلوم، والله سبحانه وتعالى يقسم أنه سينصر هذا المظلوم، فدعاؤه لن يضيع أبدا. وإن غفل الظالم فإن الله تعالى لا يغفل عن الظالمين. أحد الولاة كتب إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله يطلب منه زيادة المال حتى يحصن المدينة، كان واليها على حمص واسمه عدي بن أرطأة، فأرسل إلى عمر بن عبد العزيز فقال: أريد مالا أحصن به المدينة. فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال له: حصنها بالعدل ونق طرقها من الظلم. أعظم حصانة لأي أمة هي أن يقام فيها العدل، لأن العدل والحق، الحق اسم من أسماء الله تبارك وتعالى وصفة من صفاته. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. حدث في زمن النبي عليه السلام قصة، الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنها، أن النبي عليه السلام قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، وقد يكون أحدكم ألحن بحجته من أخيه. يعني في أحد الخصوم يقدر يتكلم، أو زي ما نرى الآن في زماننا يجيب محامي ممكن يلعب بالقضايا، أو يجعل الحق باطل والباطل حق، أو أن المتكلم نفسه عنده سحر البيان فيستطيع أن يقنع من أمامه بأنه هو المحق وإن كان في الحقيقة هو على باطل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه، فإنما أقطع له قطعة من النار. هذا الحديث كان له مناسبة ذكرها في كنز العمال، أن اثنين من الأنصار
ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختصم في مواريث قد درست بينهم، يعني بقى لها فترة طويلة ومعالمها لم تتضح. فالرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يقضي لأحدهما ذكر هذا الحديث، أنني إذا قضيت لواحد منكما وليس له حق فإنما أقطع له قطعة من النار. فلما سمع هذا بكى كل منهما وقال يا رسول الله حقي لأخي، بكى وقال كل منهما يا رسول الله حقي له أنا متنازل. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إذ فعلتما ما فعلتما فاذهبا وتوخيا الحق واقتسما واستهما وليحلل كل واحد منكما صاحبه، يعني فيما بينكم التراضي، وإذا كان هنا حق ذهب إلى أخيه فليكن عن طيب نفس ولا يحمل في نفسه شيء، لأن القصاص يوم القيامة سيكون بين الخلائق بالذرة، حسابنا يوم القيامة بالذرة. فانظر لما بين عليه الصلاة والسلام هذا الأمر أن الحقوق لا تضيع عند الله، وأن من أخذ شيئا ليس من حقه فإنما أخذ قطعة من النار. هؤلاء يخشون الآخرة، لديهم إيمان بأن هناك حساب. صدقت، ذكرهم عليه الصلاة والسلام بيوم الحساب. تخيل لو أسقطنا هذا الموقف الآن على كثير من القضايا في المحاكم، أو على كثير من الخلافات بين الموظفين أو بين الجيران أو بين العوائل، إذا طبقنا هذا الفهم والله كل منهم سيتنازل عن حقه لأخي، يقول لا أريد شيئا، أخاف أن أخذ قطعة من النار أو آكل ما ليس من حق، لأن من أكل حراما فإنما أكل سحتا، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. هنا النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا أن الإنسان لا يعتدي على حق أخي، بل في حديث آخر رواه مسلم عن أبي أمامة قال عليه الصلاة والسلام: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، وإن كان قضيبا من أراك، يعني إن كان عود سواك. يعني انظر إلى شيء في نظرنا شيء تافه وبسيط، ولكن عند الله تعالى الحقوق لا بد أن توضع في الموازين، فلا تظلم نفس شيئا. في موقف حدث لما فتحت أصبهان وكان قائد الجيش أبو موسى الأشعري، فكان هناك جندي أبلى بلاء حسنا، فأبو موسى الأشعري أعطاه جزءا من حقه، أبى الجندي إلا أن يأخذ حقه كاملا، فضربه أبو موسى الأشعري 20 صوتا وحلق شعره، شعر رأسه. فجمع شعر رأسه وجاء إلى المدينة. يقول جرير بن عبد الله كان حاضر هذه الواقعة، قال: كنت جالسا إلى جوار عمر عندما دخل الرجل فأخرج شعره من ثوبه وضرب به صدر عمر وقال: هكذا يعاملنا عمالك. فأعجب عمر بجرأة الرجل، فقال: لأن يكون الناس جميعا في صرامة هذا الرجل أحب إلي مما فتح علينا. ثم لما سمع منه القصة أرسل إلى أبي موسى الأشعري أن يمكن هذا الجندي أن يقتص منه، فيجلس كما جلس هذا الجندي ويجعله يقتص منه. فلما جلس أبو موسى الأشعري وأراد الجندي أن يقتص، رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إني قد عفوت عنه، والله العظيم على هذا العدل قامت السماوات والأرض، وبهذا العدل رفع الله تعالى شأن المسلمين في الماضي حتى أنهم بهروا الأمم، ما هناك أمة قدست العدل ولا كانت تراعي حقوق الناس كما فعلت هذه الأمة عندما كان الدين حيا في حياة الأمة. أنما الأمة عندما أماتت الدين في قلوبها وفي صدورها ضاعت الحقوق، انتشر الظلم، وانتشر الظلم، وأصبح الناس يعانون هذا المرار الذي نشعر به في زماننا هذا. الحل هو أن نرجع إلى ديننا، وأن نتعلم ممن سبقونا كيف أن إعطاء الحقوق وأن إقامة العدل ولو على النفس مما يحفظ الله تعالى به البلاد والعباد من شرور كثيرة. حتى الشخص لابد أن يتفكر كثيرا بدعاء المظلوم. نعم، دعاء المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، يعني كثير من الناس لا يفكر في هذا الأمر، يظلم ولا ينظر ماذا سيحدث فيما بعد. نعم، دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، سهام الليل نافذة، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. في وصية النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه عندما أرسله إلى اليمن قال: إياك ودعوة المظلوم، إياك ودعوة المظلوم. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: 3 لا ترد دعوتهم:
الصائم حتى يفطر والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. نصرة المظلوم حق واجب، الله سبحانه وتعالى قرره، والله سبحانه وتعالى أقسم عليه، قال وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. إذن على الإنسان أن ينظر إلى التعامل فيما بينه وبين الآخرين، يحذر من دعوة مظلوم عليه يسمعها الله تبارك وتعالى فتحيق غضبا على هذا الظالم. لذلك بعض الناس قد تسلب منه النعم وهو لا يدري ما هو سبب السلب، كان في نعمة فأصبح في فقر وفي فاقة، كان في عز وجاه فأصبح ذليلا. يا ترى هذا السلب بعد العطاء ما السبب؟ السبب لعله ظلم، فدعوة مظلوم رب العزة سبحانه وتعالى استجابها فانتقم لهذا المظلوم من ذلك الظالم. لما قتل البرامكة وزالت سلطانهم ودولتهم، جعفر ابن يحيى البرمكي حبس مع أبيه في الحبس، فجعفر قال لأبيه يحيى يا أبتي أبعد العز والسلطان والأمر والنهي نعود إلى الحبس والقيد؟ مما هذا؟ قال يا بني دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. سبحان الله، كل ما نحن فيه الآن من سلب النعم سلب الأموال وما نحن فيه من القيد والحبس كانت دعوة مظلوم عليه. هذه رسالة للطغاة والظلم في كل مكان، أنه ربما ظلموا أحد الناس فدعا عليهم والله سبحانه وتعالى استجاب دعوته، فكانت النتيجة أن الله أنزل عجام غضبه على الظالم. هذه كلها تعلمنا أن الله سبحانه وتعالى وإن أخر نصرة المظلوم فليس هذا عن غفلة أو نسيان، وما كان ربك نسيا، ولكن الله له حكمة يمهل الظالم مرة بعد مرة لعله يفيق، فإذا لم يفق أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، كما جاء في الحديث إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، يعني إذا جاء وقت القصاص لا يمكن أن يفر من عقوبة الله التي حاقت به. فعلى الإنسان ألا يظلم لا نفسه ولا غيره. نعم، يعني دعاء المظلوم أمر عجيب، يعني حتى الآن في زمننا هذا تجد هناك كثير من الدعاوي أو من الدعاء الذي استجيب في هذه الدنيا. نعم. فتجد الظالم سبحان الله أن ينزل إلى الحضيض، لأن الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه أنه حق على المظلوم أن ينصره الله سبحانه وتعالى. صدقت، وهذه فيها أيضا حكم كثيرة لابد. نعم. الشخص أن يستعين بها أيضا. نعم، ودعاء المظلوم الله عز وجل يعجل بإجابته. نعم. يعني ذكر ابن أبي الدنيا في قصة مقتل عثمان ابن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد، لما قتلوه وهو كان منكبا على قراءة المصحف وكان صائما رضي الله عنه وأرضاه، فلما ضربوه على رأسه وقتل زوجته وضعت رأسه في حجرها، خلاص هو يعني فاضت روحه إلى بارئها، فأحد هؤلاء الذين كانوا يحاصرون البيت دخل فأراد أن يلطمه على وجهه بعدما قتل وهو في حجر امرأته، فمنعته من ذلك فأبى إلا أن يلطمه رضي الله عنه، فدعت عليه فماذا قالت؟ قالت يبس الله يدك وأعمى بصرك ولا غفر لك ذنبك. قالت فما وصل إلى الباب حتى أصابته هذه الدعوة، شلت يده وعمي بصره، فكان بعد ذلك إذا ذهب إلى الحرم ليطوف يقول اللهم اغفر لي وما أظنك تفعل ذلك. سبحان الله، انظر عجل هذا الدعاء، عجل هذا الدعاء لأنه ظالم. عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد ذو النورين قتل مظلوما، كانت هذه دعوة زوجة عثمان لمن أراد أو أراد أن يعتدي على الخليفة الراشد رضي الله عنه. هذا كله دليل على أن المظلوم لا يخيب الله تعالى دعاءه، وأحيانا تأتي دعوة المظلوم فيأتي الإجابة فورية، وهذا تعليم لكل ظالم أن يرتدع وأن يقف عند حدود الله ولا يتعدها. سبحان الله، كيفية نصر الله سبحانه وتعالى للمظلومين؟ يعني هناك أكثر من طريقة أو أكثر من أسلوب لهذا النصر، تخبرنا عنه أيضا دكتور. نعم، الله سبحانه وتعالى ينصر المظلوم إما أن يعجل له النصر في هذه الدنيا فيرد إليه حقه المسلوب، وإما أن الله سبحانه وتعالى
يمكنه من عدوه أو ممن ظلمه فيشفي صدره بهذا النصر، وإما أن الله سبحانه وتعالى يدخر له هذا الأجر يوم القيامة فيقتص من الظالم. والقصاص عدل إما في الدنيا وإما في الآخرة، ولكن المقصود في هذه المسألة أن حقوق العباد لا يمكن أن تضيع، حتى وإن ضاع حق في الدنيا فليس عند الله بضائع. أذكر لك من أكبر الظلم، الظلم داخل العائلة أو الأسرة، أن يظلم الإنسان زوجته أو يظلم أولاده. خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، هذه كان لها قصة هي معروفة، قصة المجادلة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يمشي في الطريق فاستوقفته امرأة عجوز، قالت له: هيه يا عمر، قد كنت تسمى عميرا فأصبحت عمر ثم أصبحت أمير المؤمنين، يا عمر اتق الله، من خاف الموت خشي الفوت، ومن خاف العذاب أمن العقاب. وتكلمت معه، فقال أصحاب عمر: وقفت مع هذه العجوز كل هذا الوقت؟ قال: والله لو وقفت معي إلى اليوم الثاني ما تركتها إلا للصلاة ثم أعود إليها. أتدرون من هذه؟ هذه خولة بنت ثعلبة التي سمع الله شكواها من فوق 7 سماوات. ما قصتها؟ تحكيها عائشة رضي الله عنها. تقول: جاءت خولة بنت ثعلبة تجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحجرة، وأنا لا أسمع ما يتكلمان فيه، لا أسمع حديثهما، وهي تشكو زوجها، تقول: يا رسول الله، إن زوجها اسمه أوس بن الصامت، ظاهر مني، نثرت له بطني وأفنيت له شبابي حتى إذا كبرت سني ورق عظمي ظاهر مني، يعني قال لي: أنت عليك ظهر أمي. فقال لها عليه الصلاة والسلام: اتق الله واصبري، فهو زوجك وابن عمك. وأخذ يصبرها وهي تعيد نفس الشكوى ويصبرها، حتى نزل جبريل عليه السلام في هذه الجلسة بقول الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون ما هن الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. ثم نزلت الآيات فيها كفارة الظهار. تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله إنني معهما في الحجر لا أسمع ما يقولان، ولكن الله سمع شكواها من فوق 7 سماوات وأنزل فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. أليست هذه نصرة المظلوم؟ أنا أقول: يا من ضاق صدره ارفع شكواك إلى الله جل وعلا، يا من أحاطت به الهموم والغموم ارفع شكواك إلى الله تعالى، لا تشكو الناس إلى الناس ولا تشكو الله إلى الناس، ولكن بث همك وشكواك إلى الله وحده. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه كلها أمور تحدث في داخل الأسرة، لكن حتى هذا الظلم الله تعالى لا يرضى، وعجل الله نصرة هذه المرأة المظلومة فنصرها وسمع شكواها. حتى في بعض الأمور داخل الأسرة قد الإنسان يحابي بعض أولاده في عطية من العطايا، كما حدث مع بشير عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، فزوجته أرادت أن يخص أحد أولاده بهبة، وقالت: لا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن امرأتي طلبت مني أن أخص أحد أولادي بعطية أو بهدية أو بهبة، فأرادت مني أن أشهدك على هذا. قال: ألك أولاد غيره؟ قال: نعم. قال: أعطيت كل واحد منهم مثله؟ قال: لا. قال: لا تشهدني إذن على جور، هذا ظلم، كيف أنا أرضى به؟ وهذا أبسط الأمور يعني التي لا يقي لها بالا. هذه صورة من صور الظلم، لكن لم يرضاها النبي عليه الصلاة والسلام. هنا توجيه لكل الأمة، إذا حدث هناك خلل في هذه الحياة فالأمة عليها أن تشكو همها لربها، وعليها أن تفعل كما فعلت خولة بنت ثعلبة، أن تستشير العلماء والفقهاء الثقات، فهم أطباء القلوب، حتى يردوا المعايير
إلى موازينها الصحيحة. حتى هناك أيضا نجد في البيوت ظلم المرأة، يظلم ابنته أن تتزوج أو أخته. نعم. فهذا أيضا من الظلم الكبير، من الظلم قد تصل إلى عمر 50-60 سنة ولم تتزوج. صدقت، هذه من الصور القبيحة اللي عضل المرأة أن تتزوج. بعض الناس قد يكون له بنات ويعملن في وظائف، فيريد أن يجني من وراء عملهن الراتب أو الكسب، فكلما تقدم لابنته زوج صالح وهي ترغب وهو يرغبها يرفض، لأنه يعتبر أن البنت نوع من البيزنس، نوع من التجارة، يربح من ورائها، فأصبح حياته كلها مادة لا يفكر في ابنته. إذا جاء إليها الكفء الذي يستحقها، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا من الظلم الذي يقع على بعض النساء، وقد سمعنا حالات يندى لها الجبين. ولكن هذه المرأة المظلومة تفعل كما فعلت خولة بنت ثعلبة، تشكو همها إلى الله وتدعو الله بالحرقة، خاصة في الجوف، جوف الليل أو في الثلث الأخير من الليل. الله ربنا جل وعلا يتجلى وينزل إلى السماء الدنيا وينادي: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من كذا، هل من كذا، حتى يطلع الفجر. فتبث شكواها وهمها إلى ربها وتوقن أن الله ناصرها لا يخذلها. ما توجيهك لهؤلاء الأشخاص الذين يظلمون النساء؟ نعم. عن الزواج، لأنه أمر كبير يحتاج. نعم. إلى والله نصيحة نقول لهم: اتقوا الله في هذه الذرية، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ومن ضياع الذرية الظلم، أن تمنعها قوتها أو تمنعها حقها المشروع الذي كتبه الله تبارك وتعالى لها. فالإنسان إذا كانت له رعية سيسأل عن رعيته: حفظ أم ضيع؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع؟ فإذا ضيع الرعية فهو ظالم لهذه الرعية. فنقول لكل إنسان عنده أخت أو عنده بنت وجاء لها الزوج الصالح، ألا يقف حجر عثر أمام هذا الزواج، ولا يتعنت، لأن الله سبحانه وتعالى يكره الظلم ولا يحب لعباده أن يجور بعضهم على بعض، لا في خصة نفسه لا يظلم نفسه ولا يظلم غيره. أيضا دكتور، هلاك الظالمين يكون عبرة للمعتبرين. نعم. وهناك قصص كثيرة نسمعها عن الظالمين في كل مكان. نعم. تم سبحان الله الخسف بهم وأمور كثيرة حصلت بهم، أيضا تخبرنا عن ذلك دكتور. نعم، هناك قصص كثيرة تدل على هلاك الظالمين وأن الله تعالى يقطع دابرهم. منها مثلا قصة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في نصرة المظلوم وفي هلاك الظالم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما دعا أهل مكة إلى الحق، وعندما وجههم إلى الإيمان، فرأوا آيات ومعجزات، ولكن بعضهم عاند رغم رؤيته للحق ومعرفته بالدلائل والبراهين التي تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. منهم أبو جهل، عرفنا عاقبته كيف قتل في غزوة بدر وكيف قتل صناديد قريش. فهؤلاء ممن عاندوا الحق وظلموا وتجبروا وطغوا فأهلكهم الله تبارك وتعالى. وقبلهم فرعون عندما طغى وتكبر وقال لأهل مصر: أنا ربكم الأعلى، فأغرقه الله تعالى في ملكه مع جنده. النبي عليه الصلاة والسلام ذكرنا بمواقف حدثت كثيرة، منها موقف حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الموقف حدث في صلح الحديبية. صلح الحديبية كان بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش، أرسلت وافدا ليفاوض على هذا الصلح وهو سهيل بن عمرو. بنود الصلح معروفة: 10 سنوات يقف القتال وهدنة بين الطرفين، لكن بشرط أن من جاء كافرا من قريش إلى النبي عليه الصلاة والسلام يرده إليها، وأن من جاء من المسلمين إلى قريش كافرا مرتدا لا يردونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مع بنود أخر. فرغوا من هذا الصلح، ثم جاء أبو جندل. أبو جندل هذا ابن سهيل بن عمرو اللي هو بيفاوض. فجاء يرصف في أغلاله وقيوده حتى وصل إلى المسلمين، فقال: جئت مسلما. فلما رآه أبوه قام فضربه في وجهه، قال: يا محمد، لم يجف العهد بعد، هذا أول ما أفاوضك عليه، يرجع إلينا. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد عهدنا عهدا بيننا وبينهم،
فرده إلى قريش، فأخذ يستغيث بالمسلمين ويقول: أيها المسلمون، هل أرد إلى الكفار ليفتنوني في ديني؟ ولكنه رجع، والنبي عليه الصلاة والسلام طمأنه، قال: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا. فلما عاد إلى قريش وفتنوه وزادت وطأة العذاب، ولكن استطاع أن ينسل منهم والحمد لله، فهرب إلى ساحل البحر. ممن هرب إلى ساحل البحر واحد تاني اسمه أبو بصير، كان أيضا يعني في سجون قريش، فاستطاع أن يفلت، فاجتمع أبو جندل مع أبو بصير كلاهما، وكل من أسلم من قريش كان يذهب إلى هؤلاء هذين الفارين، فجمع فيما بينهما زي كتيبة، فكان لا تأتي عير لقريش إلا أغاروا عليها، فأخذوا المال وسبوا الذرية، فقريش ناشدت النبي عليه السلام أن يأخذ هذين الرجلين وكل من أسلم إليه مرة أخرى. فانظر هنا إلى هذا المظلوم، ظلم، جاء مسلما وجاء إلى بيئة الحق، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام علمه أن المظلوم المقهور لن يتركه رب، ولكن سينصره ولو بعد حين. أما الظلمة الذين ظلموا فإما هم وقعوا بين أسير أو قتيل، ولكن من الله تعالى على سهيل بن عمرو بعد ذلك فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله سبحانه وتعالى هلاك الظالمين. نعم. تجد ربنا سبحانه وتعالى ذكر آية جامعة لخصت لنا صور العذاب التي أهلك بها الظلمة، فقال ربنا جل وعلا: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. سبحان الله، الموضوع كبير والإبحار فيه يحتاج إلى أكثر من حلقة. نعم. نكمل لعلنا إن شاء الله في حلقة أخرى بإذن الله تعالى. جزء الآخر بإذن الله تعالى. إن شاء الله. أشكرك دكتور حقيقة، كلام يعني معبر، وحقيقة الظلم كبير، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن دائرة الظلم. آمين. شكرا دكتور. مشاهدينا الكرام، نشكر لكم متابعتكم، نلتقي في الحلقة القادمة في الجزء الآخر من الحلقة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.